هلا بدريه. انت للحينك ما بدلتي؟ ما بي انزل. ليش انزل؟ حق المقدسه انزل ما بي. انت ايش فيك؟ عمتي موصيتني اقول لك انت وش يوم تنزلون ما يصير كذي. شايبها؟ ما تقولي لي شايبها؟ انا هالانسانه ماني بالعتها كلش، لو تشوفين اسلوبها معاي بالصالون كلامها كله نغزات بنغزات، لا هالانسانه كلش مو مريحه. سمعيني، عشان عمتي مو عشانها هي. قول كشخي وتسنعي وتعالي ارتزي تحت، فهد كذي كذي يحبك ما له شغل فيها، واذا قثتك بكلمه قعدي وضحكي وابتسمي راح تقثينها، صدقيني راح تقثينها تخلينها تغلي من داخل. عاد تصدقين؟ صدق مالي خلق انزل، بس ما اقدر اقول لك لا. عندك اسلوب غريب في الاقناع، عندك سبل خفيه في اقناع البني ادم. اقول بلا سبل خفيه روحي بدلي، انا لو عندي سبل خفيه كان حلت مشاكلي مع ريلي. خلصيني خلصيني. زين زين. ما شر صاير؟ الشر ما يطلع الا منكم. ما مداش درت شو رايحه هيك خالتي وقايلت لها السالفه ومكبرتها؟ بغيت ازخر السالفه وما كبرها انا. لا حبيبتي اي والله زين ما سويتي، بس قولي يا رب ان شاء الله اشوف فيك يوم يا بدرو طالعه من هالبيت ودمعتك على خدك وقلبك محترق مثل ما حركتي قلبي. يلا بلفو داخل. اقعدوا دشي داخل. تعالي صاير. ابوي طق امي وقال لها روحي بيت اهلك انتي طالق. ويا حسرتنا. زين زين يمه دشوا داخل واي شيء تبونه دقوا علي. يلا يلا دشوا سكروا الباب. يلا 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 يلا. هذا من صدقها. سمعيني مو تقولين حق عمتي بروحي عندها ضيوف. انا اقول لها شوي شوي. اي ما يخالف احسن بعد ما نخل بعد طيح علينا نفس ذيك المره. حسبي الله عليها من مره. واسه قوي. والله يا حبيبتي ما ادري عنهم، خبري فيهم من زمان يا يمه. المهم انه يكونون بخير، الله يسعدهم ان شاء الله وين ما كانوا. اللهم امين، اللهم امين. الحمد لله، الله يسعد الجميع ان شاء الله. حبيبتي خالتي. ويحسرتي اليوم وايد شربت شاي. بالعافيه خالتي. الله يعافيك ينومني الليله. عليك بستين الف عافيه، لا بتنامين لا تخافين. لا تخافين بتنامين. انت بس تذكرين وتذكري سوالفنا قبل بتنامين. انا والله ترى من زمان والهان عليك، ودي ادق عليك اقول لا. انا ابيها هي تدرعم علي الباب كذي تطق الباب وتدخل مثل ايام اول، مو كل الحين لازم برستيج وادق وما ادق وها اجيكم ولا ما اجيكم. يا حلوه من ايام والله. خلاص خالتي دام استقرينا بالكويت كل يوم والثاني بنمركم ونكون عندكم بالبيت. حياكم الله، لكم العين اوسع من المكان. انت تدرين فيني انا احب امك واحب سوالفها. بس سوالف امي وانا انت الزين والحلا كله. مشكوره خالتي من ذوقك. الا ريم بسالك شنو شعورك بعد ما استقريتي خلاص هني بالكويت؟ انا من يوم رديت الكويت ردت روحي. تخيلوا لدرجه ان الصيف هالسنه قايله ما ابي اسافر، خلاص مليت من الغربه. معلومك ودج الصاجه. الا ريم بسالك انتي ما جبت عيال من ريلك؟ لا اشوى، انا انفصلت قبل لا احمل. بعدين بيني وبينك الوحدة أول ما تزوج حالاتها تقعد مع الريال سنة سنتين تشوف مايته نفسيتها مرتاحة ولا لا، تالي تفكر تحمل. اي والله صادجة، وايد يحملون بسرعة وعقب الطلاق عادي يبتلشون بهاليهال. انزين بس انتي ما قلتي ليش طلقتي منه؟ ايش فيك يما؟ بنعرف شو السالفة؟ خليها تسأل يم سامي، سبيكة مو غريبة. انت باي حق تتهمين اخواني انهم باقوا على ابوي؟ صدق ما تستحين على وجهي جنيت انتي؟ هديدي ويهد عورتني؟ شوفي انا عرفت تصرفاتك هذه كلها، تبي تفرقين بيني وبين اخواني، تبين امي تزعل علي، هذا صيدك. بدال لا تشطر علي، روح واجه اخوك اللي قاعد يبوق حلالك كل يوم، بس شاطر تفرد عضلاتك علي. شوف
سمعي. في بيت اهلك انت طالق. فهمنا بعدين من أول زواجنا على طول مشاكل ونجرة، وحسيت مو هو الريال اللي أبي أعيش معاه طول عمري. بس الوحدة لازم تصبر وتتحمل، قرار الطلاق مو هين. صح، يا ما حريم صبروا على ريايلهم عشان يحافظون على بيوتهم. ما أدري، بس أنا الغربة يمكن أثرت في تفكيري وايد. تفكيري صراحة صار وايد غير عن كذي. يعني أنت قصدك أن الطلاق شيء عادي عندك وسهل تطلبينه؟ إذا ما كنت مرتاحة في حياتي وما كنت سعيدة أكيد عادي، إيش حق أكمل حياتي مع شخص أنا ما أبي؟ بعدين ترى الحياة فيها فرص وايد. وهذا الحكي برا الكويت، داخل الكويت هني عندنا إذا الوحدة تطلقت ما حد بيطلب وياها. قلت لك إن أنا غير عن البنات، أنا ما راح أقعد أنطر النصيب إيلي عندي، لا أنا راح أدوره، يعني أنا راح أتحكم في شكل حياتي، وإذا لقيت الريل اللي أبيه واللي يستاهلني أعرف شلون أشغل تفكيره وخليه يتقدم لي. والله يا ريم شكلنا بني ناخذ دورات عندك ها؟ سبيكة. والله يما أبى أطمن على مستقبلي، أبى أعرف شو أسوي مع هالغبر اللي أنا معتشتش فيه قطيع أدعلة. السلام. هو خالتي حبيبتي. مرحبا أهلين. هذه سارة جنتي مرت فهد. ما شاء الله عليها، طول عمري أقول اللي بتاخذ فهد وما داعي لها. تسلمين خالتي. العفو حبيبتي. عدالة شفت سارة مرتين، المرة الأولى في الأمسية الشعرية، والمرة الثانية وين تلاقينا؟ في الصالون؟ لا، سارة ما قالت لي. وي خالتي ترى نسيت أقول لك، ريم صح؟ إي ريم صح. أصب لك شاي؟ إي والله يا ريم. شوفوا كل الأغراض اللي عليها خصومات أبيكم تحطونها بمكان واحد، وأبي لوحة مكتوب عليها سعر المنتج قبل الخصم وبعد الخصم. تمام تمام إن شاء الله. تمام إن شاء الله. وأبي لوحة كبيرة تحطونها برا مكتوب عليها خصومات، ومتى تبلش فترة الخصومات ومتى تنتهي. إن شاء الله اليوم أكلم الخطاط وإن شاء الله بكرة كل شيء يكون جاهز. بس على خير إن شاء الله. وايد حلو. أيوب حبيبي. نعم. روح شوف مدام محتاجة شيء تبي شيء. أوكي بابا. ماشي. أقول ليش لزيت أيوب؟ ليش ما رحت بنفسك؟ مو شغلك، تكفى خلينا نشوف شغلنا. طب اقول هي اخبار نصايح ايه؟ جابت نتيجه ولا لا؟ والله ما حد ودرنا غير نصايحك. ودرنا؟ يعني ايه ودرنا؟ يعني ودانا ب60,000 داهيه. افا ليه الاخبار الوحشه دي قراح؟ بس ولا يهمك، انا هديك نصيحه 100%. ما ابي نصايحك ولا ابي منك ولا شيء، فكني عاد. أني أشتغل، بس كلش مو في خاطري وظيفة حكومية، كلش ما أحب روتين، ما أحب سوالف الاستئذان، كلش مالي خلق. عاد صج الوظيفة تربط الواحد. لا والتدريس عندنا ناظرة عبالها مديرة معتقل، مديرة سجن. أنت المدرسات الله يعينكم، صج مهنتكم صعبة. إي والله يا خالتي صوتي يروح وأنا أشرح وصارخ، وعسى هالبنات يفهمون. عايلش ناوية تشتغلين؟ أبي أفتح بوتيك. أنا وايد أحب الأزياء وأحب الموضة، يعني شيء أحبه أحس أني ما راح أمل منه على طول. أي حاد، أنت أم الذوق والأناقة. حبيبتي خالتي من طيبك. أنا ما أشتغل، أنا قاعدة بالبيت، بس شنو أقوم من الصبح أنظف أطبخ
أكوي الهدوم أغسلهم ولي صار العصر درست الأهل. وي ما صدق يومك كلش يعني ممل. تعودت هذه صارت حياتي. وانتي سارة وين تداومين؟ والله أنا دوامي عادي، بس أهم شيء البنات اللي معاي بالدوام صدق حلوين والقعدة معهم وايد مريحة. إي والله هذا أهم شيء، أهم شيء إن البنات اللي تشتغلين معاهم يكونوا مريحين. والعصر شو تسوين؟ أهم نفس بدرية تقعدين تجابلين اليهال وعفيستهم؟ أي هال؟ سارة ما حملت ولا عندها عيال عشان تدرسهم. لا وذيك النوبة استأنسنا واختبينا قالت حامل طلع ماكو شيء. الله كريم، إن شاء الله الله بيرزقهم بالعيال. آمين يا رب. ويغميضة عاد تذكر فهد يموت على اليهال، كان على طول ياخذ كل عيال الفرج ويوديهم الجمعية ويشرين لهم. الله يرزقك إن شاء الله. فهد طيب وحبيب، وذا اليهال ترى تو الناس على اليهال، بسم الله عليهم هي وفهد، كل ما أشوفهم مع بعض أقولهم الله يحفظكم كنكم معاريس. أي معاريس؟ صار لهم 5 سنين متزوجين، اللي مثلهم عيالهم بالروضة. سبيكة ما قلت شيء يما، هذا الصدق. تفضل عمر. تسلم ما قصرت. مرة الأسبوع الجاي ترى عيدنا خوش بضاعة. إن شاء الله حجي. حياك الله. اسمع يا جراح، ترى غلطان والبنت تراها مو غلطانة. حتى أنا مو غلطان، شرحت لها أكثر من مرة أن أمي ما راح تزوجني إلا لين أتخرج، ليش تحرجني مع أهلي كذي؟ ليش؟ هوب 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 يا جراح، شنو هذا؟ إيش فيك يا بيتي بويهي؟ آسف حجي صالح، بس محتر، ما توقعت أن هذه نهاية علاقتنا. اسمع يا وليدي، ترى الركادة زينة، وأي كلمة تطلع منك وزنها، ما تكلم أي كلام. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ذون ثنتين ولسان واحد. أدري أني تسرعت، والله مقهور عليها، حبيتها من كل قلبي. حبيتها؟ تتكلم صيغة الماضي؟ شنو؟ يعني كل شيء انتهى؟ إيه انتهى. يا شين العيلة، إيش فيكم يا شباب هالوقت؟ كلنا مستعيلين، تحبون بسرعة وتنسون بسرعة وتسقون سيارتكم بسرعة. شنو؟ الركادة زينة والأبوك. يلا يلا يا جراح، يلا يلا خلينا نسكر المحل. صارت 10؟ إيه صارت 10. شنو بدنام هني؟ لا لا يلا مشي. يلا توكل الله توكل الله. فهد صبر صبر يما صبر. تغطوا بنات. تفضل فهد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. خالتي نادية شلونك؟ الحمد لله بخير. ريم شلونك؟ بخير الحمد لله. عاد تصدق عمرك طويل؟ تونا كنا بطاريك. احس بالخير. اي اكيد ان شاء الله اكيد بالخير. ماشي انا دينكم. وين وين ليش مستعيل؟ ما عندنا احد غريب؟ خالتي ناديه وريم طول عمرهم اهل وحبايب. لا مشغول شوي. يلا ماشي. فهد هلا. بليز في ديوان من مجموعتك ما حصلته بالمكتبات. أي واحد؟ ذكريات لا تموت، ضروري أبي نسخة. وأبي عليه إهداء منك لي. إن شاء الله، حاضر. يلا عندكم. عاد هذا يا ريم أحلى ديوان حق فهد صراحة. واي أحس كذي معبر وكل كلمة فيه مكتوبة من قلب. واي سبيكة طول عمرك تكرهين الشعر والقراءة، ما تقولي لي متى قريتي ديوان فهد؟ لا يا حبيبتي أقرأ بين فترة والثانية، وخصوصا إذا محتاجة جرعة رومانسية. وي عاد سبيكة ريلك كلش مو مال رومانسية.
مستوعب اني راح اسافر خلاص؟ ولا انا ولا انا مستوعب شيء. يلا ما يخالف، يمكن خير حقي وحقك ويمكن نقدر ننسى. طيب ايش فيك؟ انا انسى نفسي وما انساك. لو تمر ايام ولا اسابيع ولا شهور ولا سنين بتمي دائما في بالي، كل ما تنفست راح اتذكرك. الله يسامح ابوي اللي فرق بيني وبينك، فهد انا ما راح احب احد غيرك، واللي يسلمك اعتبرني ذكرى حلوه في حياتك. واحلى ذكرى بحياتي ذكرى عمرها ما راح تموت. خوش قعدة، والله استانسنا وايد، بس سارة مرت فهد خزتني خز قطعتني. ما انتبهت يما، عينها ما طاحت من علي دقيقة قطعتني، حتى حسيت قلت يمكن تدري بقصتي مع فهد. لا ويش دراها، بس جنة أمينة تحبها وايد. خالتي أمينة تحب الكل عادي. عاد تصدقين إش حلوة مرت فهد، أحلى شناين أمينة. يبا ما صدقش قاعده تتكلمين ولا شافت الملح؟ كلش ما عجبتني عتيجه وستايلها، ما شلون صاير، ما يازت لي صراحه. والله ما فيها شيء، انا اشوفها حلوه. والله يما ما ادري ذوقك شلون صاير. زين خلاص لا تبين طاريها. بس الظاهر السالفة شايدة بينهم هالمرة. عمتي أنا تكلمتك عشان تكلمين وليد وتحلي الموضوع، بس تكفين لا يرتفع ضغطك ولا تتعبين. بدري يا حبيبتي، قولي لي شو السالفة، كلميني بالضبط صاير. الظاهر سعاد كلمت وليد على سالفة الورث وهو زعل من مرته، وبين وبينك يعني صارت شو. أكيد بيزعل، أكيد بيزعل يا بدرية. واحدة كذي تقول حق أمها تبينا يسكت، ما يسكت. هي الثولش حقه تروح تقول له؟ قامت قومي دلقومي السالفة وقطيها بعظمه، ما تبينه يزعل بعد؟ على قولتك مدمغة، بس السالفة مو كذي. سعاد راحت بيت أهلها. لا لا مو مشكلة، أروح أنا وياك الراضية مثل النوبة يوم نروح حق شيماء. عمتي شوي السالفة أجد من كذي. مو بدري تحكي، خلصيني تعطيني السالفة بالأقصاد. قولي لا إله إلا الله. ألف من ذكرى ولي طلق سعاد. الله أكبر الله أكبر، يا كبرها عند ربي. إيش حقه وانت ساكتة ما تكلمت قلتي لي؟ بسم الله عليك عمتي لا يرتفع ضغطك، تكفين. بس لأنه كان عندك خطار وما حبيت أشاقبك، بس ترى عادي ولي طلقها طلقة واحدة يقدر يردها. ومش حقه ينطق فيها من أصل. روحي دق على وليد قولي له أمك تبيك ضروري خليييني. إيش تحركي يا بدرية روحي؟ أدق عليه الحين بس أنت إهدي. بدرية روحي. إن شاء الله إن شاء الله عمتي. ماري مريمي ماي، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلنوا 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 هالعيال يتصرفون على كيفهم، ما يشوفون أحد ولا يكلمون أحد. قادر يكتب لها أهداء، إذا الديوان بكبره مكتوب عشانها شحك الأهداء.
يما. لا لا ماني رد البيت الحين. شلون؟ خلاص يما، باكر نتكلم في الموضوع. بعدين تعالي فهميني، انت مين قال لك السالفة؟ ربك ييسرها ان شاء الله. الله كريم. المهم ما بيشت حاتين شيء. يوم الله يعافيك، بس بغيتك تطلين على اليهال. مع السلامة. ليش ما قلتي لي ان سعاد كلمتك على سالفه الورث؟ ادري انها بتخرب بين الاخوان، قلت ليش اقول لك، بس لما شفت السالفه وصلت للطلاق قلت لازم اقول لك. زين سوا فيها ابو عزيز، نزاهه واقل من نزاهه. صدق انا ما احب سعاد ولا اني طابقه معاها، بس يعني ما احب اشوف بيتي انهدم وعائله تشتت مهما يكون. انا يوم دريت من امي كان ادق على وليد على طول، قلت له قطع بيت اهلها ليلة التأدب وتالي ردها. عاد انت ليش تسوي كذي؟ ترى الطلاق يهز عرش الرحمن. ايش فيك انت ما تستوعبين؟ قلت له قطها هناك لين تأدب وتالي ردها. ليش تحرق قلب المرأة على ما يردها؟ هذا انت قلتيها. انا ابي قلبها يحترق عشان مرة ثانية لا تتدخل بيني وبين اخواني. سوري حبيبتي، اليوم شغلت ما قدرت ادق عليك. لا بالعكس، انت تدقين باي وقت. يعني اكيد مو زعلانه. زين عاد سمعي ضحكتك داو. صاير قاعد مبكر اليوم؟ وراي دوام. دوام شنو؟ قبلت بوزارة لازم أسوي مباشرة. ما قلت لي؟ كاد ريتي. ليش اللي تغير يعني؟ أنت طول عمرك تقول أنا ما أحب أشتغل بالوزارات والعمل الحر هو اللي حقق طموحي والحكومة ما تسوي شيء، شو اللي تغير؟ بس عشان أصير إنسان مسؤول وأدفع التزاماتي ولا أتصرف نفس المراهقين. اختصار ترى وظيفة والسلام. ها يا وليد، ما يصير يا يمة، عيالك أمس ليتالي الليل ما ناموا، لا تسبحوا ولا تعشوا، واليوم قايمين متأخر على المدرسة.
ترى يا يمه يا حبيبي البيت ما يقضبه الا المراه، يسلم عمرك اليوم تروح حق مرتك وترجعها لبيتها. يمه الله يهداك، ايش قاعد تقولين؟ بهزوا الارض سعاد، انت ما شفتيها ايش سوت؟ سعاد لا تحشمني ولا تقدرني ولا حاطت لي اي جيمه. انا ادري ان سعاد غلطانه من راسها لكرياسها، وصدق اني انا ما ابلعها يا يمه هذه المايجة هذه، بس ما يخالف يا يمه، لجل عين تكرم ألف عين، علشان هاليهال ما يخالف يا أمي. يمه الله يهداش، بس أنا أتحمل عشان اليهال وأقعد أقهر روحي؟ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا وليد يا حبيبي، أنت بس ترجع هي البيت وقفها عند حدها، قول لها أنا ويا أخواني لنياز لا تتدخلين بيننا. خير 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 إن شاء الله. وليد اليوم بالليل تروح لها وترجعها. يما الله يهداك، اعطيني مجال افكر. شو تفكر فيه بعد؟ يما تاخرت على الدوام عن ابنك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يهديك يا يما، الله يهديك. ألو، هلا ماري، وين ماما؟ شنو؟ ماما زعلان؟ منو زعلها؟ ايش قلتي؟ وليد طلق سعاد؟ شلون؟ متى؟ شنو صار؟ انزين انزين انزين، جهزي مطارة شاي بدون لقاح، ها؟ ومطارة قهوة، أنا جاية. إي إي يلا باي. هذه يبي لها استئذان؟ أشو أنه ما عندي حصة؟ السلام عليكم. السلام. يا جماعة، ناصر موظف الجديد. يا مرحبا. حياك الله. الله يحييكم. تفضل أخوي مكتبك. شكرا. حياك الله. الله يحييك اخوي ناصر. لا تحاتي، ترى الشغل هنا خفيف. متريق؟ ايه الحمد لله. لا مشكور. هاك يا ولد حالك. متريق؟ لا اكل. زين سوى فيها هالنفسية قطيعة، زين طلقها، المفروض نطلقها من زمان. انت ايش فيك انت؟ شر يمشي على الارض، طالع من دوامك عشان تسمعين الاخبار، ايش تبين؟ خليني اروح اشوف اكلي احسن لي وابرك لي من قعدتي وياك. الله يهداك يا وليد يا ربي، هديك وترد مرتك حق بيتها وعيالها. هذه تعالي يمه، وين رايحة؟ انا هدا الدوامة بعرف تفاصيل، تعالي. صباح الخير. هلا. شيك عسى ماش. زين ما عندك سبير؟ ما عندي. خلاص مو مشكلة، أنا اتصل على قرارات الجمعية يونسون البنجر. لا ما له داعي، ما أبي أعطلك. هو تدرين شلون؟ هات مفتاح سيارتي وأنت توكلي على الله. أنت شلون تروح الجامعة بعدين؟ خلاص أنا أدبر نفسي، أتصل على أي واحد من الشباب يوصلني. مشكور. عفوا. يلا ديري بالك على نفسك، وترى معبي سيارة بنزين. مشكور تعبتك معي. يا عفو.
في شيء في الدنيا أقوى من الكلمة الرقيقة، بتصيب القلب لأنها طالع من القلب. بس مرة واحدة أطلب منك شيء، تقول لي حاضر حبيبتي من عيوني ما طلبتي شيء تم، لكن هالحكي الظاهر ما يدور عندك. لا ما أقدر، ندري علي شوي، ما لك على حظي. بس سعاد تكفين رحميني، بس خلاص بطلي تصرفات اليهال هذه. احنا متونا متزوجين، لين متى احنا بهالنجرة والصيحة؟ لين متى هذه حالتنا؟ ومتى تتحسن ظروفك ان شاء الله؟ وبعدين وين اللي بحاجي سامي عن الورث؟ يبا كلمته، احلف لك اني انا كلمته، والريال عصب علي قال لي انا مجابل الشغل والارباح قاعد هيك كل سنه، بعد ايش تبي اكثر من كذي؟ ليش خايف منه؟ انا لما شفت شخصيتك ضعيفه ومو قادر تواجه اخوك قلت اتدخل واخليها هي توصل الحكي حق ريالها ويكون بعلمك. قلت لها لازم الكل يراجع الحسابات. مو عبالهم ان احنا اغبياء وما نفهم، ادري انه هو وفهد شافطين الاولي والتالي. عيل ما تقول لي حبيبي شلون بنوا بيوتهم؟ الو، انا ادري انك متضايق مثل ما انا متضايقه، بس لازم نتكلم. تكلميني بشنو؟ ايش ظل بعد ما قلتي لي؟ ظلت كلمه شينه ما قطيتيها علي؟ واي وليد، انا ما انكر اني غلطانه، بس هم انت تحمل جزء من الغلط. يعني انا ما ادري لمتى انت بتتم ساكت عن حقك. حقي ما اخذه بالكامل، وانا واثق من اخوي. وبعدين رجاء ما لك حق تتدخلين بيني وبين اخواني وتسببي لنا مشاكل احنا بغنى عنها. وليد ان زوجي وحبيبي، مو لازم هالسوالف تفرق بيننا. انت لو كنت تحبيني وتحترميني كان ما كانت هذه سواتك. انزين وليد بس اسمعني. انت اللي سمعيني. سعاد ليه حد هني وكفاية؟ أنا كرهتك وكرهت كل ما فيك. لعن أبو دارج، ما حشمتيني ولا حشمتي أهلي، كل كلمة أكبر من الثانية قاعد تقطينهم علي. شوفي عاد، ليه حد هني وكفاية ولا يكون أسمع صوتك بعد مرة ثانية. الكلام أحياناً يكون أكسى من الحجر، وأمر من الصبر وأحر من الجمر. الو، هلا، من معي؟ معك بدريه مرت سامي. واحيانا يكون الصمت حكمه، لان الكلمات تطير واسترجاعها شيء مستحيل. بتكون سالم دامك ساكت، وانت كلمت صار الكلام لك او عليك. قلت لك سامي عنده بيته وعياله ومرتاح ببيته، روح دوري لك على حد ثاني وقصي عليه ولعب براسه، لان زواجك من سامي مستحيل. فلا تضيعين عمرك على شيء فاضي ما راح يصير، هذا عشان ابليس بالجنه. ساره؟ يس. You are not pregnant, maybe next time. Thank you. Welcome.
حياتك كثيفه. حبيبتي مو بس كثيفه، نفسيتي تعبانه. وايش دعوه عليك؟ كل هذا عشان حللتي وطلعتي مو حامل؟ خو عادي الشهر الجاي. اذا انت نفسيتك تعبانه وبيتزع يا سعاده وش تقول؟ سعاده ظهر واصله مرحله الكنتاكي. تعالوا صج، انتوا شلون ما قلتوا لي عن سعاد؟ يعني انا اخر من يعلم. طافت اشكالنا انا وبدريه واحنا مصدومين. لا تشوفين شكلها وهي رجنطه كفيلم فيلم، صج طافت. اي والله حسافه طافني الاكشن. بس تبون الصج؟ ما ادري ليش انا استانست، يعني صج كان ودي تطلع من البيت فكه. لا 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 تشمت انت، ترى هذا طلاق مو لعب. استغفر الله، يعني انا مو قصدي، بس يا اخي تنرفز. كيفها حبيبتي؟ خلي تسوي اللي تبيه. بس اهم شيء ما تسوي مشاكل بين الاخوان. اي والله لا تسوي مشاكل بين الاخوان. صدقين قاعده حاتيها؟ واي بدريه مو من صجج، تحاتينها على شنو؟ انا اقول لك ليكي بس اكلي. ساره اعطيني واحده. تبين؟ ايه. ساره الله يهداك، انت ليش طالبتها سميكه؟ كان طلبتي ضعيفه يقولون فيها سعرات اقل. اقول اكلي اكلي، خربانه خربانه، لا سميكه ولا ضعيفه. اوه مو عام. يعني بعد شوي بجاب لسامي على العشاء، شلون يعني ما اكل؟ قولي له مسوي رجيم قاسي. اي قاسي جدا لحد الموت بعد. بالعافيه. تمينونا. قاعد تخيل سعاد وهي رجنطتها. يلا عاد خلاص قلت لكم لا تطنزوا لا تشمتون. الله ياني كنت متوتر اليومين اللي طافوا، كان ودي اطق اي احد بس عشان اطلع حرتي فيه. انا بعد كنت حيل متضايقه طول اليوم، حبسه روحي بغرفتي. دانا ابيش تثقين فيني وتتاكدين ان انا مو مثل باقي الشباب اللي يلعبون ويخربطون. انت تعرفيني عدل، انا بس اتخرج راح اجي اخطبك على طول. صدقتك والله، بس انا كان ودي اسكت اللي يتحجون. عدل كلامك، انا لازم اخفف روحاتي حق الجامعه، وبكذي ما حد راح يقدر يتكلم ان شاء الله. اي على فكره ترى خلصت سيارتك وعطيت المفتاح حق ابوك. ما قصرت حبيبي. بس ابي حكي اقوى، حكي يعوضني على الايام اللي طافت. عندي حكي اقوى. ترى انا اللي فاشه تاير سيارتي. شنو؟ شو اسوي بعد؟ انا قلت اكيد اذا شفتني واقفه والتاير مبنشر راح تجي تحاكيني. هيا بنت الذين. شفت شلون قصيت عليك؟ قصي علي كل يوم، بدام هالشيء راح يردنا حق بعض انا راضي. أخواني. ما بلعب معهم كله يطقون. قومي سوي واجباتك. ما اعرف اكتب ماي هوم وورك بروحي. قومي ذلفي سوي اي شيء بالحياه، قومي على الوجه قومي. انت وياك يلا يلا دوركم، شكم حصل تفترون يلا. قوة هلا، شفتك تأخرت علي فقلت
سمعت كلام الدكاترة، بالأخير هي كلها مسألة وقت والأمور كلها بتتعدل إن شاء الله. بعد ليش قمت أحس إنك مو مهتم بموضوع العيال؟ أنا؟ إيه أنت. أنت وايد تغيرت. قبل كنت تي معاي العيادة، تقولي خلينا نجرب دكاترة يدد، حتى الدواء اللي نسيت تذكرني فيه. إيش فيك فهد؟ إيش اللي غيرك؟ ترى والد سارة. إيش فيك؟ صارت دورية ضيقة الخلق. أنا؟ إيه أنتي. يعني أنت الحين طالع من مكان شايل يميني عشان تناجرين معاي. ترى احنا زينا ما فينا اي شيء. احسش تتعمدين تدورين المشاكل. ليش؟ ايش دعوه فهد؟ على العموم انا اسفه اذا جيت وقطعت حبل افكارك. واذا حاب تقعد هني للفير على راحتك. على ذنك. لحظة شوي 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 ماني قادرة أفهم شنو أقول لك. متغير علي؟ لا تشوفين وجهه شلون قلب لما يبطل طاري اليهال. لا مو طبيعي كلش مو طبيعي. أصلاً انصدم لما دشيت عليه الكافيه كنا مو عاجبة. وليش رايحة الكافيه؟ خليه يكتب بروحه. لا والله. وليش ما يكتب ببيته؟ فتش شوي عطيه مساحة. ما يصير تلحقينه من مكان لمكان. ترى ما رده بيرد البيت كذي بيكرهك. تبي حق تعبثين بموبايلي؟ شكو دخلين بامور الشخصيه؟ ردي. شكو دخلين بامور الشخصيه؟ كلمي ردي. والله يعينك جبدريه. صدقني ما راح اسمح حق وحده سافله تخرب بيتي وتاخذ رايلي مني. لا تقولين سافله. المره هذه تسواج وتسوى طوايفك. سمعيني مرة ثانية ان دقيتها عليها ما تلومين لنفسك. هذه المرة بتزوجها تفهمين؟ راح اتزوجها ولا تسوين سوالفك هذه مو علي. وان دقيت عليها مرة ثانية ما راح تلومين لنفسك. دعوة يعني منت قادر تقعد معنا حتى خمس دقايق؟ صراحة مو قادر أتصرف إن كنا ما بيننا شيء، خاصة لما سمعت رأيك فيني أحس إن شيء داخلي انكسر. صعب علاقتنا ترد مثل أول. وأنا قاعد أحاول أصلح اللي انكسر بس أنت مو قاعد تساعدني. أوكي يعني أنا أدري إن أنا غلط بس أنت شنو تبيني قاعد أعتذر لك طول عمري؟ ولا أتحمل معاملتك الجافة معي. صباح الخير. صباح النور. وهذه قهوتك جهزت. مشكورة يا قلبي انت. عفو. سامحيني على أمس، ترى ما كان قصدي أزعلك بس أنت الله يهداك. أنا نسيت كل شيء. أما أنا شكلي زعلتك أمس شوي مو؟ يعني مو زعلانة مني؟ أنا أقدر؟ أحبك وموت فيك. وأنا أكثر. يلا لا تأخري على دوامك. الله كان، شوي وأطلع. يلا مع السلامة. مع السلامة. هاي مدام.
ايه راي حضرتك؟ شوف المحل مرتب وموقعه زين، بس انا حاسه ان المساحه صغيره شوي. يعني انا ابي محل يكون كبير شرح. بالعكس مساحته جميله جدا، كمان بعد الديكورات والاضاءه اكيد نظره حضرتك للمحل هتختلف. ماشي، عطني يومين وراح ارد لك خبر. اوكي، وانا في انتظار حضرتك في وقت. شكرا، ما ابي استعجل. شكرا. الو، صباح الخير. صباح النور يا هلا. توقعتك نايم، طولت على ما رديت. لا لا نايم ولا شيء، بس قاعد اسوق وبيدي قهوه فاحتست شوي. والله اخاف دقيت عليك بوقت غلط. لا لا عادي، عامريني. ما يامر عليك عدو. فهد واللي سلمك، انا ناويه افتح بوتيك ان شاء الله، بس كلش ما عارف شيء بالإجراءات، يعني ماني عارفة شلون أطلع ترخيص من وزارة التجارة، فقلت أكلمك يعني إذا تقدر تساعدني ولا شيء. والله حتى أنا ما أعرف أحد، لكن خليني أسأل ليش وردت لك خبر. ماشي، ما تقصر والله، تسلم. أنطر عيل منك تليفون. إن شاء الله خير. أوكي، مع السلامة. شكرا، باي. باي، مع السلامة. يلا قبا. لا لا تكفى، خلها باكر، خلها باكر. روح عقب كل اللي سويناه تقول له خلها باكر. يلا يلا يا معود، والله ابو طاح عليك السري وايد. اي ابوك امس حبيبي. يلا 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 بسرعه بسرعه، حط لي يدك حط لي يدك على خير. روح يا ابوك. تبي ابوك لإدارة ينتفك؟ اسف عمي والله ما كان قصدي، زايقت من قاعدة المدرسة، قلت بطق فره بس. لا والله، اطق فره هالحزة وقت الدراسة. اسف عمي والله، تم وعد ما راح اعيدها. انت ما حد مضايق غير هالهيس اللي انت مرافجه. نعم؟ يا الحبيب لا تغلط. خلاص خلاص عمي، امسح ابوي. امسح ابوي خلاص، انا اسف عمي، انا اسف. بس الحين عمي صعب ارجع المدرسة، رديت الحين راح يشكوني. حبيبي مجود، لا تسوي لي مشاكل. قول لي وين تبي تروح العصر وانا اوديك وين ما تبي. خلاص تم تم عمي، ما راح يدري ابوي بعدين، ما راح ابعد انا يعني، حد الجمعيه وراح ارجع. انا خايف عليك من ابوك. المهم لا تطلعون برا المنطقه زين. خلاص خلاص حاضر عمي، لا تخاف، انا قلت لك ما راح ابعد يعني من كثير الجمعيه. يلا اذلف عن وجهي ان شاء الله. يلا سلام عمي. استغفر الله العظيم. الو الو، هلا ماجد، شلونك؟ عساك بخير. الحمد لله بخير. شفت ماجد قبل شوي من حاش من المدرسه وزفيته، والله خايف سامي يدري وتصير سالفه. الو الو، معك جراح. تكفى جراح، كلمه الولد اخر سنه بالثانويه وابوه مو عارف يتفاهم معاه. الله يهداك ماجد، والله ما يحتاج تبكين، الموضوع ما يسوى. أنا راح أكلم ماجد اليوم مرة ثانية وإن شاء الله خير. أدري إن السالفة ما تسوى. هاي العسى ما شر، إيش فيك؟
أنا متضايقة شوي. جراحتك فهو يسمع منك، أنت كلمة فهمة، قل له يدير باله على مستقبلها. إن شاء الله لا تحاتي، أنا اليوم راح أكلمه مرة ثانية. ولا يهمك، مع السلامة. مع السلامة. مدري ليش ما رضت تطلع معانا؟ ايش فيها منقدة على عمرها كذي؟ والله ما ادري، الظاهر سامي قاثها مسوي لها شيء كالعادة. لا لا بس هالمرة غير، احس سالفة شايدة. انت شفتي وجهها؟ كأنها قاعدة بعزة. الله يعينها، ما ادري شلون مستحملة هالريال، طبعه صعب. صدق والله؟ عاد تبيني اقول لك شيء؟ انا احس ان انت تعرفين شو السالفة بس ما تبيني تقولي لي. وي شي وش فيك؟ ماكو شيء. لا والله ساعات احس ان انت وبدريه بينكم سوالف واشياء بس ما تقولوا لي. حتى انت يا حبيبتي شكله وراك سالفه هالكبر، متهاوشه مع ريلك وما تبي تقولين السالفه. لا يعني مو كذي، بس سالفه عاديه يعني، لا تشغلين بالك. شيوم ساعات الواحد صدق يسكت مو عشان يخش على الثاني، علشان ما يزيد نفسه هم. اي والله صادقه، بس عاد صدق بدريه مكانها مبين. اي والله بعد عمري، ان شاء الله الجايات ان شاء الله. ساره ها نروح نتسوق بعدين نتعشى. من الحين اقول لك. حاضر حاضر من عيوني. حاضر يا فندم. يعني عجبك المحل؟ خلاص بتاخذينه؟ عجبني بس مترددة شوي، يعني أنا كان ودي لو مساحة المحل تكون أكبر، بس المشكلة مو محصلة مو لاقية. بس عمك يقول السالفة يبيلها إجراءات ورخصة من وزارة التجارة. أي ما لا تحاتين، دقيت على فهد اليوم وسألته إذا يعرف أحد بوزارة التجارة يقدر يساعدني يطلع ترخيص، فقال بيشوف وبيرد لي خبر. من صدقك؟ أي من صدقي. شو طالعيني كذي؟ يعني إحنا سنين قاعدين برا الكويت، أكيد ما نعرف شيء بالإجراءات ولا بالتراخيص ولا شلون. ما فيها شيء ترى، إذا طلبت منه إنه يساعدني. يعني والأحد هذا لازم يكون فهد؟ ما في حد غيره؟ كان بطلتي أي جريدة إعلانات ودقيتي على مندوب يخلص لك كل شيء. والله أنا ما فكرت إني أبطل الجريدة وأدور فيها على رقم مندوب علشان يساعدني. ودي أعرف شو اللي يدور براسك وش اللي ناوية توصلين له. ما يدور براسي شيء، اللي يدور براسي إن أنا ببطل البوتيك وبس، لا أكثر ولا أقل. يا يما فهد تزوج واستقر خلاص، لا تخربين زواجه. يما انت من صدقش قاعده تتكلمين؟ كل هذا علشان سالته سؤال صرت ابي اهدم زواجه؟ لا يروح بالك بعيد. شوفي سعاد. اي والله سعاده، اقول لك خلينا نسلم عليها فشله. امبي لا لا من صدقها كذي شافتنا وطلعت ولا سلمت ولا شيء؟ اي اي حبيبتي من صدق انا ما ادري على شنو شايفه نفسها. تلوميني لما اقول لك ما بيها ترجع البيت؟ الحمد لله والشكر، صدق صدق غريبه هالانسانه، الله يعينها على نفسها. صدقي انا بعرف احنا شو نسوي لها، بايقين حلالها. ايش دراني؟ ما عليك منها. اقول لك شيء شيخ، نروح نتعشى احسن من السالفه. اي والله انا بعد يعانى. يلا مشي. تعالي صدق خل ادق على بدريه اقول لها السالفه. لما نوصل البيت دقي عليها. لا حبيبتي ما فيني صبر، هالموضوع ما يتطوف. كيفك؟ الو تخيلي بدريه منو شفنا بالمحل؟ صراحه المطعم لذيذ، أكله خوش، أكل صراحة. سبيكة صار لساعة قاعد أسولف لك، أنا تقولين المطعم الله يحداك، بس إيش عند المدرسة كل شوي داقين علي؟ إيش يبون؟ ما عندهم شيء، ما عندهم سالفة. ترى المدرسة يبالغون، ولا وكيلهم هذا قطيعة عباله وكيل وزارة حلايا ويها، قاعد لا شغلة ولا مشغلة يدقدق على أولياء الأمور، عيالكم يا طلابة عيالكم، أنت إيش لك فيه؟ أكل أكل بس أكل. يعني عادي ولدك غلط على المدرس؟ المدرس هو اللي بادي. ليش يقول حق ولدي غبي؟ يا سلام،
ولدك ما قصر، ولدك قال له انت الغبي وابوك طوايفك. انا معلمه ولدي ومحفظته، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. بس هذا مدرس، مفروض تعلمين ولدك شلون يحترمه مو شلون يغلط عليه. اي والله ذيك مره طق رفيجه عاضه مطلع منه دم، وحاذف هذا وشايت هذا وكاسر ضرس هذا، وانا بس عايزت اعرض ويا حق العالم، عايزت اعرض ويا يا بايس راس هذا يا مترجي هذا، علمك بس. والله يا حبيبي انا مربي عيالي على مبدا ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب. اي حبيبي انا محفظته لازم يكون ذيب، الكل يهابه يحسب الحساب، ولا تبي ينوك الحق وهو قاعد ساكت. علمك بغابه، احنا بغابه وبعدين وياك وبعدين. انا بفهم الحين انت مطلعني توكلني ولا تقثني؟ عنبوك اللقمه وقفت هني ما نزلت من بلعومي. عنبوك كل هاللف اللي لفتيه حتى اكلي اكلتيه يا الظالمه وتقولين لقمه؟ وانت حاط عينك على لقمتي؟ تدري شلون؟ اطلب الحساب بس شبعت ما بياكل. هاني الحساب. طمني شلون داوم؟ وزاره يعني. ماكو موظفين بس قاعدين كذي ريوق وسوالف وقرقه وسلام عليكم. انا بيني وبينك ما احب الدوامات، ما ابي اصير مثلهم شي تكمله عدد بس شي لا هدف ولا شيء بس شي قاعد. لحظه من قايل لي تبي تسوي مشروع وبزنس خاص فيك؟ اي خوش انت خليك بوظيفتك وسوي دراسه جدول المشروع وشوف زينه من شينه ويجمع له بيزات. حلو، بعدها قدم استقاله وادش المشروع و... أنا ما قلت كذي، أنا قلت خليك بوظيفتك وشوف المشروع ووقف على حيله وشوف أرباحه، وذيك الساعة عقب سنة قدم استقالتك. أنت ليش هالعيلة اللي فيك؟ ترى هالعيلة اللي فيك تبي توهقك وتودرك. خلاص يبا خلاص، شعورك وهداية الله خلاص. لحظة، ما قلت بروح نتعشى ونرجع؟ شكو موديني صبيت سعاد؟ يعني أنا بعرف ليه متى بتكابر؟ ما ردك بتروح لها البيت بتراضيها وبتردها، يعني خلاص قلت اختصر الموضوع. ناصر واللي يرحم لي والديك، تراني ماني ميت على شوفتها ولا بفتح معاها اي موضوع، الله يخليك. يعني انت عاجبك حالك كذي؟ عاجبك حال عيالك؟ يا يبا كبر عقلك شوي، خلاص هدي الامور. خلنا نسحب الخير. اسمعني انا الحين بوقف وبنزلك. انت اخذ راحتك انا بمشي. ليه خلصت دق علي تليفون متدينه. اوكي اخذ راحتك يلا وصلنا تفضل. خلاص ابتسم مو داش كذي. كنت في السوق. والله ليش خلق تروحين السوق وتهالي من مكان لمكان؟ انا عقب الظروف اللي صارت لنا حتى الدوام ما لي خلق اروح له. لا والله تبيني انحبس بالبيت 24 ساعة علشان صار بيننا خلاف؟ سعاد اللي بيننا مو خلاف، اللي بيننا طلاق، ولا انت نسيتي؟ شوفي يا بنت الناس، اذا تبينا نرجع لبعض في امور وايد لازم انت فاهم عليها. أولها كلمتي هي اللي تمشي. أنا من الأول كنت ساكت عن تصرفاتك علشان أحافظ على حياتنا، حياتنا اللي ما لها أي قيمة عندك. أنت من صدقك تقولي هالحكي؟ طول الوقت تقارنين حياتنا بحياة خواتك وصديقاتك. يا بنت الناس فهمي، أنا غير وهم غير، هذا وضعي. حبيت تكملين معاي أهلا وسهلا، ما حبيتي منتي مجبورة. بعدين يا سعاد، أساس أي علاقة الاحترام، ما راح أقبل منك أي تجريح. وبعدين لا تنسين بعد في شروط ثانية، لا السالفة مطولة. وبعدين ما أبيش تدخلين بيني وبين إخواني، أنا واثق بسامي وراضي بكل شيء وحقي واصلني، رجاء ما بي أي مشاكل معاه. بعد في شيء ثاني؟ وين على الله؟ وين رايح؟ بخليك تفكرين بالكلام اللي قلته لك. إذا حابة تردين تنفذين شروطي بحذافيره، بعطيك وقتك. مع السلامة.
الو، مساء الخير. يا هلا، مساء النور. سألتلك عن الرخصة، الموضوع كله بوزارة التجارة، بس يبيلها شوية إجراءات، والإجراءات يبيلها أحد يتابعها. آه، شلون يعني؟ ما فهمت. بنزلك مسج بالأوراق المطلوبة، وانتي جاهزي لكل هالأوراق، وأنا بخلصلك كل شيء إن شاء الله. بس أنا ما ودي أتعبك معاي. صدقيني ما فيها تعب، ولو فيها تعب كان قلتلك. عندي واحد من ربعي عرف موظف هناك بالتجارة، هو راح يساعدني بكل هالإجراءات هذه، يعني لا تحاتين شيء. آه والله؟ عد وايد كنت حاتي، anyway مشكور وما تقصر. لا ولو، ولا يهمك. تمرين على شيء ثاني؟ إيه. الديوان اللي طلبته منك مع الإهداء، للحين ترى ما عطيتني إياه. يعني لهالدرجة الكتاب وايد مهم عندك؟ شلون مو مهم عندي؟ فهد انت نسيت؟ أبوي أنا كنت أحفظ كل قصايدك صم، كنت كل يوم أقعد وأرددهم لأن كنت أدري أنك قاعد تكتبهم علشاني. ريم، ريم أنا ما أقدر. ترى أنا عمري ما نسيتك، ومشاعري صوبك ترى مثل ما هي للحين. في وايد أشياء تغيرت بحياتنا، أشياء تمنعني إني أرد على الكلام اللي قاعد تقولينه. أنا اتصلت عليك قصدي إني أساعدك بموضوع الأوراق مو أكثر، وأنا عند وعدي إني أساعدك بهالموضوع، غير كذي أنا ما أقدر. تصبحين على خير. شاري لها خاتم الماس؟ انت بحق تمشي باراضي لهالدرجة؟ هي مهمة اللي شاري لها الماس؟ احبها، ايه احبها، لاني انا اللي اخترتها، ما حد فرضها علي وتلبس فيها، وراح اتزوجها، فهمتي؟ راح اتزوجها واشتري لها كل شيء تبيه. بتصير صح؟ ايه، ليش ما قلت حق عمتي واخوانك عشان يستانسون لك؟ ليش زكاتي؟ من مصلحتك يكون زكاتي، عشان لا تفشلين قدام الناس. لا لا، أنا ما راح أتفشل، لأن عمري ما قصرت بحقك وحق بيتي وعيالي، وعمري ما نكرت العشرة، عمري ما خليتك تنام من الضحيك. مو أنا اللي ظلمت، ولا أنا اللي هجرتك، ولا أنا اللي حبيت أحد غيرك، أنت اللي بتفشل مو أنا. مثل ما هي للحين.
سلام. يا هلا. عافك اليوم شفنا سعاد بالسوق. اي سعاد؟ هاو سعاد مرت وليد. لا مرت يمنا ولا سلمت ولا عبرت، رافعه خشمها فوق شي وتمشي بس طافك شي، يوم شلون قلدتها ودتني من الضحك. سعاد ليش تسوي كذي؟ خبله، ماكو تفسير ثاني. فهد ايش فيك؟ كأنك متضايق اليوم. لا بس احس نفسي تعبان، فيني النوم شوي. انزين تبيني اسوي لك عشاء؟ ترى انا تعشيت مع شيماء. بالعافيه عليك. اذا كذي بس كوب حليب. بس؟ اي ما بثقل عشان انام. ان شاء الله. اما شيو فيلم فيلم هندي. طافك طافك شلون قلدتها ورافع راس راسها هذيك ما تضحك تضحك. كذي كذي تسوي في بدريه؟ بدريه بدريه بنت خالك، بدريه بنت الخالي اللي عمره ما رد لكم طلب، كذي تسوي فيها؟ شيماء تكفين تكفين، لا تعصبين، والله خاف عليك وعلى صحتك. خاف على احساسها؟ خاف على هالمسكينه هذه؟ خاف على مشاعرها؟ اشكرها واخبرها تطقها بويها، انا ما احبك احب واحده ثانيه. شنو انت؟ انا ما ربيت عيالك كذي. يما قصبا علي، قلبي يبي هالمره. تشب ولا كلمه؟ تشب؟ هذا وانا موصيتك وقايلت لك وخر عن هالسالفه، ليش رجعت يا سامي؟ ليش؟ تبين الصج يمه؟ انا ما احب بدريه ولا عمري حبيتها، وانت تدرين بهالشيء، وانا ما اخذتها الا عشان خاطرك وعشان خاطر خالي الله يرحمه. تحب وما تحب؟ عمرك 17 سنه انت عيوني، اقول هالحشوة هذه خل مجود ولدك يقولها، خل جراحه يقولها، مو انت ريالش طولك وش عرضك، ولدك طولك، عيب عليك اصلا، استح على وجهك استح. يا يمه ما احبها، ما ابيها، ما احبها، شلون اجبر نفسي عليها؟ قلبي ما يبيها. لان قلبك جاسي جاسي. قالوا ان اعظم عقوبه تصيب الانسان هي قسوه القلب، وأسوأ سجن في العالم هو القلب المغلق. وقالوا إن قلب المرأة مثل البيت الصغير، ما في غير غرفة واحدة يسكنها رجل واحد. تفضل. حياتي انت، تسلم يدك. ريم حبيبتي قاعدين الصبح، خاف تروح علي نومة. حياتي ما ادري ايش فيني، تعبان شوي. وقالوا بعد ان قلب الريال مثل الفندق، ما في حدود لعدد غرفه وزواره. جراح صوتك عالي شوي شوي. سوري بس من فعل لما اشوفك انسى كل شيء. يعني مستانس انك قاعد تشوفني صوت وصوره؟ طبعا، بما انه ما قاعد يحصل اني اشوفك قلت على الاقل اكلمك سناب. احس هالسنه طويله. راح تطوف هالسنه، نغمض ونفتح نلاقيها خلصت. بعدين يجي معنا بيت واحد، قول ان شاء الله. ان شاء الله. بس ما ادري ايش فيني جرح، صار لي كم يوم متضايقه. ما ادري ايش فيني، احس قلبي مقموت. كنا شيء مو زين بيصير. أنا شفيك أول مرة أشوفك متشاهمة كذي. يما. وقالوا إن المرأة دائما تفكر بقلبها، وإن القلب
مرات يشوف اللي ما تشوفه العين، واللي له قلب